نعم، يتوقع أن تكون ردود أفعال أخرى. فبيان وزارة الخارجية المغربي وصف الوصف الفعل بغير المقبول واستدان المس بمشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة بالضبط، وتحدث عن أنه مهما تكون الخلافات السياسية التي توجد بين الدول فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته يعني إلى قليل من الاعتبار لمشاعر المسلمين ومشاعر هيئات أخرى. موقف الرباط يعني أدان بشدة وبعبارات شديدة ما وقع من طرف يعني من طرف الحكومة السودانية، وذهب إلى غاية استدعاء سفير المملكة المغربية لدى السودان إلى أجل غير مسمى، وفي ذات الآن استدعاء القائم بأعمال مملكة السويد هنا بالرباط وإبلاغه أشد عبارات الاحتجاج والإدانة لهذا الموقف. في الجانب الآخر الجانب المدني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المواطنين ومجموعة من النشطاء احتجوا على هذا الفعل وأدانوه بشتى العبارات وسط دعوات للاحتجاجات وسط دعوات للتنديد. على مستوى الأحزاب إلى حدود الساعة لم يبدو أي موقف، لكن ينتظر أن تصدر مواقف أخرى، خصوصا هذا التأخر يعني يعزى إلى أن اليوم هو يوم الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب. نعم. لكن خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة ينتظر أن تكون هناك مواقف حزبية من مختلف الأحزاب. نعم. المغربية إلى حدود الساعة موقف الخارجية المغربية يعني واضح. نعم. سحب يعني استدعاء سفير المغربي إلى أجل غير مسمى والاحتجاج لدى سفير السويد.